بامبوزيا، بلد عريق ساهم بنصيب الأسد في الحضارة البشرية. موقع بامبوزيا الاستراتيجي جعل منها مطمع للغزاة على مر العصور، لكن بفضل صمود شعب بامبوزيا البطل اللي دفع من دم شهدائه ثمن الحرية، ازدهرت بامبوزيا وعلمت العالم أجمع أصول الديمقراطية وحقوق الإنسان. وكانت جمهورية بامبوزيا مثل يحتذى به في تداول السلطة، خصوصا بعد موقعة الصينية المجيدة. اللي بعدها تولى السيد الرئيس شنان الجيوش قيادة الشعب البامبوزي البطل، ونعمت بامبوزيا بالأمن والاستقرار بفضل قراراته الحكيمة، وأهمها منع أي حد من الدخول عليه وهو شايل صنيع. وصار شنن على نهج القادة العظماء والمصلحين. ما يحكمش، ما يحكمش، ما يحكمش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير يا ريس. كابوس، كابوس فظيع، فظيع يا حنف. ها امشي بره، يلا سلمي بره. حلمت انهم هيعملوا انتخابات رئاسيه نزيهه يا حنفي. سلام قولا من رب الرحيم. دخل عليا واحد اسمه صقر، سحب الكرسي من تحتي، هو يشد وانا شد، والاخر عشان يتشد سحب الكرسي من تحتي مني وانا وقعت. يا خبر ابيض. طب وحضرتك عايزني اتصرف ازاي؟ اطلب لوزير الداخليه. ونجحت ثوره التطهير البيضاء نجاحا تاريخيا. لقد وصلتنا تقارير تفيد بتفشي مرض لعين بين الصقور، وهو ما يعرف بأنفلونزا الصقور. ولقد اضطر قواتنا إلى تطهير البلاد من كل الصقور، حتى من حمل منهم الاسم فقط، حرصا على سلامة الوطن وصحة الشعب. وأصاب سهم الحب قلب الزعيم لأول مرة، واحتفل الشعب البامبوزي بزفاف الرئيس، الهمام، العفي، النشيط، الجامد أوي أوي اللي هو عيني عليه بردة. باقية في حياتك يا ريس، تعوضنا في ولادك يتربوا في عزك،
وكلها سنة ولا اتنين ويكبروا ويشيلوا عنك المسؤولية شوية. لا يا حرفي، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ دي مسؤولية كبيرة، مسؤولية بلد بحالها. انا لا يمكن اشيلهم مسؤولية زي دي الا على الاقل لما يكون معاهم ابتدائية بمجموع كبير. يا سلام يا سلام، طول عمرك بتكره الواسطة يا ريس. بالمناسبة حضرتك نويت تسميهم ايه؟ مش عارف حقيقي حنفي، مش عارف، مش لاقي اسم منور، اسم مشرف اقدر احطه قبل اسمي. طب ايه رأي جنابك ان انا نسمي ده عزيز من العزة وده حكيم من الحكمة؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه يا حنفي؟ خلاص ما بقيتش عارف تفكر؟ لا طبعا، احنا نسمي ده عزيز من العزة وده حكيم من الحكمة. الله أكبر الله أكبر يا ريس، مفيش حكمة بعد حكمتك أنت. شك يا ولاد جعانين يا حمد، شوف شوف هياكلوا صوابعهم، جعانين يا حنفي ولادي، جعانين يا حنفي ولاد شنن، جعانين. وشنن واقف جنب حنفي مش عارف يعمل حاجه. اعمل ايه يا حنفي لولاد جعانين؟ يا سلام، نجيب لهم مرضعه دلوقتي حالا يا ريس. لا 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 استنى، وانت خلاص ما بتعرفش تفكر؟ ما عندكش حلول تنفع ابدا يا حنفي؟ اسمع، انت تنزل دلوقتي حالا تدور على واحده بترضع، تجيبها ترضعهم حالا يا ريس. استنى افندم يا ريس. انا في ايه؟ انا مش عاوز ولادي يطلعوا ضعفانين، عاوزهم يطلعوا متغذيين. عاوز المرضعه اللي جيبها دي تكون صحتها كويسه. ايوه صحتها كويسه، عاوزها تكون عندها صدر كده يا حنفي. قصدي حضرتك كده يا فندم. انت ما بتعرفش تقيس يا حنفي. بقول لك كده يا حنفي. طب كده حنفي، كده يا حنفي. عاوز كده يا حنفي. أقسم بالله العظيم أن أكون مسؤولة عن إرضاع السيدين حكيم وعزيز شنن. وأن أضخ لهما لبنا كامل الدسم، وأن أجعل كل إنتاجي من اللبن ومشتقاته حصريا للسيدين حكيم وعزيز شنن. حصرياً للسيدين حكيم وعزيز شنن. انتهى. ثبت القرب دي علشان لبن ما يدلدقش. وفاتت سنين كتيرة وكبروا التوأمين. بسم الله ما شاء الله، ده حكيم. حرس سلاح. وده عزيز. بلد ما ينفعش تتساب كده. لا لازم حزم، لازم شده. انا عاوز ورايا سوت. ما كفايه يا اخي، ما كفايه، مش عارف اقول كلمتين منك. انا في ايه؟ لا مؤاخذه يا ريس، نسيت اجيب معايا البخاخه. بخاخه ايه؟ انت فطران الناموس؟ فين وزير الصحه؟ ما تاخده يا اخي على الحمام يرجع براحته هناك، بدل ما يبوظ لنا السجاجيد هنا. عنده كام سنه ده يا حنفي؟ لا مش كبير يا ريس، بتاع 70 سنه كده يعني، لسه عيل. امال ماله هيموت فجاه؟ اتفضل يا سيادة الرئيس. ايه ده؟ مين ده؟ وانا حمدي كل ده؟ ايوه يا فندم. لا يا ابني انا تعبان، نضاره القرايه بتاعتي ضايعه.
دي حاجة خاصة بالسيد عزيز. عزيز ابني؟ أيوة يا فندم. يا لهوي. ولسه في شرايك كمان. الولد عزيز نضج اهو. اقصد اقول ده موضوع ما يسكتش عليه ابدا، احنا لازم نتصرف. فعلا يا ريس، احنا كلنا خايفين على صوره وهيبه عزيز بيه قدام الشعب. بلاش نكبرها قوي، انا شايف انه عادي لما يتدلع في شبابه على الشعب شويه. بس انا خايف يا ريس ان الموضوع يكبر اكتر من كده. انت عارف الناس عندنا رغايين وما يقدروش الخصوصيات اللي من النوع ده، فانا بقول نلم الموضوع بسرعه احسن. للدرجة دي؟ اصفي يا ابني البتاعة دي. طب تفتكر ايه الحل؟ انا بقول نبعده عن بامبوسيا. حرس سلاح. سلام سلاح. حكيم، تعال يا حكيم شوف المصيبة اللي عملها عزيز اخوك. عارف. شفت تمرين الرجلين اللي بيقوي السمانة ده؟ عارف كل حاجة. سيبك من الكلام ده كله، انا عندي ليك مفاجاه. خير؟ عيد ميلاد مين النهارده؟ مين؟ حذر فذر. امك الله يرحمها. هي من كلمه واحده يا ريس. بس بقى يا مهاب سيب الريس يفكر. هي حاجه كبيره ومدوره وكلنا بنموت فيها. كبيرة ومدورة وكلنا عيد ميلاد البطيخة. قول لي انت يا حكيم كم حرف؟ ثمان حروف. قربها لي انت يا مهاب. بتعشقك. بتعشقه لوحده؟ عايزين نلعب معاك. بس يا ابني انت وهو. قول قول عيد ميلاد مين يا حكيم؟ بامبوزيا. النهارده العيد القومي البامبوزيا. اقعدوا. تورتة بامبوزيا يا ريس خفيفة على المعدة ومعمولة من السكر الدايت. ما حدش هيقطعها غيري. حكيم قطع لهم هم الأعلام وهاتلنا بامبوزيا ناكلها احنا. افتحوا يا أولاد. الرئيس عايز. كنت فين يا ولد؟ كنت في الجيم يا بابا. مين اللي صور الصور؟ قصدي الصور دي متركبة. أكيد المعارضة لعبت فيها بالكمبيوتر. أنت لازم تفرض رقابة على الكمبيوتر. إيه حكايتك أنت وأخوك يا ولد؟ واحد لابس لي شورت، تاني جايني ببرمس. إذا كان على الصياعة، أنا ممكن أقعد لكم طول النهار في القصر بالبوكسر. يا بابا أنا كنت في الجيم
وبعدين طلعت ما لقيتش هدومي. اكيد المعارضه خدتها. لازم تفرض الرقابه على جيم يا بابا. ينفع تخرس؟ ينفع. بعد الفضايح والبلاوي السودة اللي عملتها هنا وهناك وفي كل حته، مفيش حل قدامي غير انك تبعد حبه عن بامبوزيا. هتنفيني يا بابا؟ مش عاوز مناقشه. هتسافر مصر تقعد هناك شويه، حنفي هيكون معاك يشوف طلباتك ويهتم بيك ويبلغني اول باول عن براويك. بس انا ما اقدرش اسيب بامبوزيا. معقوله هسيب تراب وطني؟ تراب وطنك ولا نسوان وطنك؟ انت اللي علمتنا الوطنيه يا بابا. ايوه بس بعت وطني اكتر مني. كل دي نسوان؟ كل دي وطنيه؟ اتفضل جهز نفسك هتسافر بكره. أمرني جنابك، البنات تحت في حالة حداد. هيوحشني وطيانك قوي يا أرني. أنا جبت لجنابك تليفون واحد في مصر أوطى مني بكتير. هو في أوطى منك يا أرني؟ 06664 6 ولازمتها إيه زيرو يا أرني؟ حبكت يعني كل دي ستات في نمر التليفون؟ أمرني جنابك. افتحوا يا أولاد. حقيقي مصر أم الدنيا. شايف العظمة يا حنفي؟ يا نفسي أركب الحنطور واتحنطر يا حنفي. وماله؟ نتحنطر يا فندم. فلنتفضل السادة الصحفيين بلقاء الأسئلة.
هنا نرحب بسيادتكم في بلدكم الثاني مصر، ونود أن نعرف ما هي طبيعة العلاقات المصرية البمبوزية المشتركة. إحنا في بمبوزيا بنعتبر أن مصر هي محور الأحداث، وأي اعتداء أو مساس على مصر يعتبر اعتداء ومساس ببمبوزيا. يا حضرات، إحنا نكسنا العلم البمبوزي يوم وفاة ماما نونا. ما رأيكم في منع التسلح النووي؟ وهل وجود سلاح واقي مهم في هذه الفترة؟ أنا عن نفسي بفضل الواقي يعني صحياً يعني. إذا أنت تؤيد هذا الحل؟ بص، هي بتبقى راحة نفسية في الآخر، بس بيني وبينك من غير الواقي أحلى. هل المرأة البمبوزية حصلت على كل حقوقها؟ بصي، هو ما بيشكرش في نفسه إلا إبليس يعني. أنتي فضي نفسك كده يوم من أول النهار وتعالي لنا في زيارة رسمية وأنتي هتنبسطي يعني. الشطارة نبيع دلوقتي. بيع بيع إيه ده؟ أنت لسه ما بعتهاش؟ ده أنا فاكرك بعتها من شهر. المؤسسة؟ لا، المؤسسة دي بالذات دمها تقيل على قلبي، بتخنقني، تحس إنها أوفر. لا، بيع بيع. لا، دي بالذات اوعى تبيع، اوعى بقولك، لأني بعتها وقبضت العربون. لا، بيع بيع، مفيش مشكلة مفيش مشكلة. ما تهمت شوية يا ابني، أكلي النسكافيه بتاعي. تحت أمرك يا ريس. في ايه يا بابا؟ في ايه انت؟ بيع بيع بيع، ناقص تبايعنا هدومنا. ايه في ايه؟ انا اقدر. ما تقلقش يا بابا. انا دارس كل حاجة، دي شوية مؤسسات بتخسر. هنضحك احنا على شوية مستثمرين ونبيعها لهم، ونشتري احنا مؤسسات من اللي بتكسب. يا ابني مش عاوزين قلق، بيع زي ما انت عايز، بس مش بالجملة كده. خلينا نبيع ونخلص بقى، عايز افوق للشعب ده علشان يعيش في رفاهية. اتفضل يا ريس. هات يا ابني النسكافيه. ايه ده؟ فين المج بتاعي؟ ايه يا حكيم؟ فين المج اللي عليه اسمي وصورتي؟ اللي عملت عليه مزاد وجالي فيه سعر كويس. يعني ايه الخنقه اللي احنا فيها دي يا حنفي؟ انا حاسس ان احنا في مجلس الشعب البمبوزي. مين دول يا حنفي؟ دي رسميات معاك، وما تنساش ان حضرتك هنا بتمثل دوله بمبوزيا. قلت لي الجدع اللي هناك ده بيشتغل ايه؟ ده سافرنا في مصر معاك. طب روح. كل دقة من دول هتمدي لك سنة. لو تشرب يا منيل هتحس انك عيل، لو تشرب يا منيل هتحس انك عيل، بالذات الكوريان اللي عم ينسى، بالذات الكوريان
فكرني يا حنفي اجيب له شمع داني يحطه على راسه عشان بعد كده يعتمد على نفسه. اهلا وسهلا. اعرفك بنفسي، ام سوسو اخصائيه بهجه، ودي سميه امهر بنات جيل. يا سلام، وانا محتضن الاجيال. اتفضلوا اتفضلوا. ويا ترى بقى في سنه كام يا سميه؟ في ثالثه خدمه اجتماعيه في سكشن 4 في المدرج اللي جنب حمام الصبيان. تصدقي ان انا صعبان عليا الصبيان. تورطيت المانجا يا حنفي. انطلقي يا حبيبتي، انطلقوا يا بنات. هاف ا نايس تايم. يا لهوي كده يا حنفي، جرحت شعورها؟ ما عليك، لازم تقوم تنام دلوقتي. ما انا كنت نايم يا حنفي. لا، النوم اللي بتنعس فيه. ليه؟ عندنا مدرسة الصبح. بكرة الصبح عندنا أولى جولاتنا التفقدية، هنزور الجامعة في الأول، بعد كده عدة مدارس مختلفة. طيب ابقى فكرني بقى نبدأ بكلية الخدمة الاجتماعية. أوامر معاليك. كما قرر السيد عزيز شنن منح مبالغ مالية للطلبة المتفوقين. ايه دي بقى؟ تاريخ. تاريخ هايل. اتفضل حضرتك قول كلمه للطلبه. يا اولاد احنا لازم نعرف
التاريخ كويس، وأنا رجل حضاري. تعرفوا إيه عن تاريخ المناضل العظيم هتلر؟ هتلر؟ هتلر ده فاشل. فاشل؟ فاشل إزاي يعني؟ كان بياخد فلوس المجموعة ويروح يشرب بيها سجاير. انتوا ايه اللي بتعلموه للطلبة ده؟ ده استهتار. حضرتك هو مغلطش، هو قال فاشي يعني دموي. هتلر كان قائد ديكتاتوري. بالعكس، هتلر ده كان قائد عظيم، زيه زي موسوليني وزيه زي نيرون. عظيم ازاي؟ هتلر زيه زي اي ديكتاتور ظالم مفتري. هي ليه محسساني ان هتلر ده جوز امها؟ لا بقى، هتلر ده اعظم قائد. وبصوا يا اولاد، اللي هيقول ان هتلر كويس هصفره ديزني وهجيب له شوكولاته بالحجم الكبير بالزبيب البامبوزي. هتلر ده مية مية يا بي. سيب اللي في ايدك ده وكلمني. لحظة واحدة بس يا ريس، هخلص المكالمة وهفضلك حالا. قلت لك سيب الزفت ده وكلمني. بيع بيع بيع. ايه؟ ايه بيع بيع؟ انت قاعد لي هنا والبلد بتجري مظاهرات بره، الطلبة والعمال والفلاحين بيستهبلوا وعاملين اضرابات بره. ما تقلقش يا ريس، بتوع الاضرابات دول قلة قليلة مندسة، انما الشعب بيحبنا وبيأيدنا. وحسبت لك ده في عيد الثورة اللي جاي مش هتلاقي مكان تقف فيه في القاعة من كتر المؤيدين بتوعنا. يعني اطمن يا حكيم. عيب يا ريس. هو كان في موضوع تاني عاوز اتكلم معاك فيه. خير؟ يعني بخصوص المج بتاعي ده. كانت ودنه مكسورة. ايوه بس كان عليه صورتي، كان عليه صورتي. وايه في البلد ما عليهوش صورتك؟ ما تيجي نعمل لنا جوله تفقديه في المدرسه يا حمدي؟ لا، المدرسه دلوقتي قافله معاليك، لازم نستنى للصبح. لسه هنستنى للصبح؟ اقعد يا حنفي. اه انا شايف يعني معاليك مهتم قوي بالمدرسه دي. البنت مدرسه التاريخ اللي طالعه فيها تحب نجيب مناخيرها الارض معاليك؟ بالعكس، دي مناخيرها عجباني يا حنفي. خلاص، يبقى نكرمها وندلعها ونريحها على الاخر معاليك. يا سلام حنفي. ما تيجي نلعب يا حنفي. وماله نلعب قوي معاليك؟ ولما بنتكلم عن التاريخ ده مش معناه ان احنا بنتكلم عن الماضي، ده معناه ان احنا لازم ناخد درس وعبرة من اللي حصل في الماضي. واهم احداث التاريخ هي ليها ماضي، ثورات الشعوب. طب هي بتيجي المدرسة لوحدها ولا حد بيوصلها؟ ايه الصوت ده؟ احمد اللي بيتكلم يا نيس. مش عايز اسمع صوت يا احمد. على فكرة انت خباص بالفطرة يا ميدو. يعني الاستعمار بيأدي إلى صخ سليم يا معلم، من ساعة ما جت المدرسة وسمعتها زي الفل. يا راجل، ثورات التحرر الوطني ومش مرتبطة، بتيجي المدرسة لوحدها وبتروح لوحدها. صوت ده مرسي اللي بيتكلم يا أبلة. مرسي مين؟ مرسي يعني هو ما فيش مرسي هنا؟ لا مفيش مرسي هنا. متأكدة؟ مرسي انت كده هتودينا في داهية. ما انا كنت فاكر ان في مرسي هنا. وفي ايه تاني هنا في الشنطة؟ لا ما هو انت لما تقول لي هبقى اديلك. ما هو مفيش حاجة ببلاش اليومين دول يا اخ ميدو، انت راجل خباص قديم وفاهم.
يعني لما الاحتلال كان موجود في مصر كان في ناس بتناضل ضده، والنضال ده نتجت عنه حاجات كتير اكتسبها الشعب، والمكاسب اللي بتكتسبها الشعوب دي نتيجة إصرارها على الحرية، لأن المطالبة بالحرية هي أول. ده بيصورك بالموبايل. إيه ده؟ هي حصلت؟ ده تقليد بابوزي. تصدق إنك عيل واطي؟ فسحوا الواد ده. يا أبلق أبلق، واضح ان نيدو قدر يوقع ما بيننا. انا مش عايزك تفهميني غلط. في غلط اكتر من اللي انت عملته كده. انت فهمتيني غلط. بص انا سبتلك الفصل بالحصه، ايش بقى بيهم انت وتقاليدك البامبوزيه؟ بصي انا كنت بصورك بدافع رصد الحركه التعليميه. انت عارفه اللي عملتيه ده ممكن يعمل مشاكل دبلوماسيه بين مصر وبامبوزيا. يا فندم بقول لك ده وصلت به الجرأة انه يصورني بالموبايل. ما قال لك تقليد بامبوزي عريق زيها زي قمر الدين والفوانيس في رمضان عندنا. امال بتاع التاريخ ازاي؟ انت بتحولها للتحقيق. تحقيق؟ انا ما عملتش حاجه. كملي يا بسمه. واستمرت سخافاته لحد ما تسبب في وقفي عن العمل. انا مستعد اضحي بحياتي في سبيل كشف الحقيقه. اطمني يا بسمه، مش شكري شاكر اللي يشوف غلط ويسكت عليه. التقليد بنبوسي قال ده تقليد بلبوسي. انا كنت متوقعه ده من حضرتك. مقالاتك الناريه اللي بتهاجم فيها الفساد اكبر دليل على كده. أنا بحضر لأكبر حملة صحفية هكشف فيها فسادهم. ولعلمك أنا جيت النهاردة الفندق لما جات لي أخبار من مصادر السرية إن البيه سهران هنا وبيلعب قمار. وإيه ده؟ تومين؟ تجننت؟ أنتوا فاكرين نفسكم يعني هتخوفوني؟ لا يا حبيبي أنتوا ما تخوفونيش. إيه ده في إيه؟ طبعًا أشكال زي دي لازم تبقى مع واحد زي ده. اوعى تفتكر ان انا هسكت على اللي بتعمله معايا ده، انت فاهم؟ لا مش فاهم، ارجوكي فاهميني. على فكره انا بتليفون واحد مني ممكن اخليكي وزير التعليم. بص وفر تليفوناتك ورناتك لحد غيري، انا ما اشتغلش عندك عشان تقرر مصيري. قالت لي ما بشتغلش عندك. والله البنت دي ذكيه، انا هخليها تشتغل عندي. ها مين يا ابني؟ الملحق الثقافي ساعتها. الملحق الثقافي بتعرف تعمل نسكافيه؟ ساعات السفير شغال فيه بناء على اوامر معاليك. طيب فين الفطار؟ الملحق العسكري والملحق الاقتصادي بيجيبوه من السوبر ماركت. طيب يلا امشي امشي. استنى خد دي معاك. اتفضل حضرتك حقق معايا. ياه ده انت قلبك اسود قوي. انت زي بنتي، في اب يحقق مع بنته يجوز يختلف معاها ينبهها الغلط او سهو غير مقصود. غلط ايه وسهو ايه؟ وانا كنت نايمه في الصاله وسبت التلفزيون شغال على الفاضي. عموما حصل خير، مفيش تحقيق ولا حاجه. امال حضرتك بعت لي ليه؟ صدر قرار بترقيتك. ترقيتي؟ ايوه. لا انا مش فاهم حاجه. انت بقيتي المستشاره الخاصه لعزيز باشا شنن. مش ممكن، مستحيل. هي دي اخرتها يا بسمة؟ مكتب تحت السلم. بس انا كنت هعمل ايه؟ انا لو رفضت هيقعدوني في البيت. طيب يا عزيز لما اشوف اخرتها ايه معاك. ايه ده؟ مين اللي جابني هنا؟ بسمة؟ ايه اخبار الشغل؟ بصراحة انا موجودة من الصبح ما شفتش اي شغل. زيزو يا اهلا بالشغل. انا يا بسمة انا عندي اجتماع مهم جدا مش عايز اي حد يزعلني. مستر شين وان يونغ، العرض اللي بقول لك عليه ده مش هتلاقي زيه في قاره اسيا كلها، انت فاهمني؟ مستر شين وان يونغ.
ده مش هيبقى لا اول ولا اخر تعامل ما بيننا. وعلى فكره انا عندي عرض ليك هيعجبك قوي، انت فاهمني؟ مستر شين وان يونغ، اشتري مؤسستين وخد عليهم مؤسسه هديه. نحن لسنا الوحيدون ولكننا متميزون. حكيم في يا ريس؟ انت بتسالني انا؟ انا كنت في الحمام باخد الدش بتاعي، فجاه باب الحمام اتفتح ودخلت واحده يابانيه، واول ما شافتني قعدت تصور، سبتني الحمام وجيت. وانا ما قلتلكش؟ لا يا اخويا ما قلتليش. دول جايين يعينوا القصر. نعم يا روح امك، هو انت نويت تبيع القصر اللي لممني انا وانت؟ ازاي قدرت تنطقها يا بابا؟ انا بيع القصر اللي عشت وتربيت فيه انا واخويا؟ ابيع رمز البلد للاجانب؟ كده طمنتني. انا اديتهولهم ايجار جديد. ايه بتقول ايه؟ خد وانا وانت حنام فين؟ تحت الكوبري بتجري؟ ضحكتوا على الواد يا بروسلي؟ اهي شين وان يونغ ان شاء الله يكون بينج بونج. خد يلا خد حنفاهم معاك. خد حكيم اهلا. ازيك؟ امنتك امانه. حكيم اجر لكم بكام؟ ها؟ عاش القائد شنن. مساء الفل يا عسل، مساء الفل يا بهوات. انا سفير البامبوزي. انا الملحق الثقافي لدوله بامبوزيا. عندي طلب. شرف الكبريت. يعني ايه؟ انا اسمي شرف الكبريت. يعني بابا اسمه كبريت؟ وامي ولاع. لو سمحت، انت في سفاره محترمه. محترمه؟ امال بعتين لي ليه؟ انت بتبصبص لي ولا ايه؟ ما تحترم نفسك يا ابني. لا مؤاخذة يا باشا، اصل ما انعاش الروم. اصل احسن شوية. لا مؤاخذة يا باشا، اصل الشنطة حساسة شوية زي. ضحكت مين؟ ضحكت سوسن. سوسن. الو، ازيك يا سوسن؟ ايه؟ الدور السابع شقة 71. بتعملي ايه في السادس؟ لقيت زبون؟ طب خلصي السادس واطلعي السابع بعد كده. شكلك متمرس في مهنتك. ادينا بنحاول يا باشا، اصلها مسؤوليه ان انت تبقى مسؤول عن متعه 4 مليون مشترك. على كده انتوا اكبر شبكه زي ما اورني قال لي. دي ضحكه نوسه. ضحكه معفنه. نوسه. ايه؟ ما ماسكيش خالص؟ ولا لمسك؟ لا 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 لا، رجعي له فلوسه وخدي تاكسي وتعالي. انا ما ادخلش جيبي قرش حرام. يا ابني افضلي شوية، انت بتكلم ابن رئيس جمهورية. اخبار نوسة ايه؟ امرني يا باشا. ركز معايا وهديلي حواجبك دي بقى. انا زهقت من النسوان النظيفة، عايز انزل للشعب، للطبقات السفلى، عايز ابقى واطي يا شرف. ما تشتمنيش يا باشا، انا احقر واحد في البلد. ده عشان فيك برضه. مديحه بحيره البجع، باليرينا سابقه ووزه حاليا. الظرف دي في ناس هياخدوها منك، كل ظرف مكتوب عليه اسم الشخص اللي هياخده. لو سمحتي انا خارج دلوقتي، لو مشيتي قبل ما ارجع تبي تتصلي بيا بالتليفون عشان اعرف عملتي ايه. اتفضلي. السلام عليكم. اهلا. انا ليه عند حضرتك ظرف؟ نعم. واسمك ايه يا سيدي؟ مرسي. الله يخليكم ويصورك.
يا عزيز بيا هشام، ويجعلك دوما للغلابة اللي زيي لو سمحت. ايوه فين الفلوس دي بتاعت ايه؟ الله يكرمه، معاليه عرف بالصدفه ان ابني بيعمل عمليه زرع قلب، فراح مسفره بره واداني القرشين دول عشان يبقوا مساعده معايا كمان. الله يخليك وينجيك ويسترك، ربنا ينصرك. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ قولي ما تتسفيش، خدي راحتك على الاخر. هو سيادتك ما بتعملش اي حاجه غير ان انت تقابل ستات وبس؟ يعني حضرتك ابن رئيس دوله، يعني معليه ممكن تعمل حاجات كتير. برافو، انا فعلا عايز اعمل حاجات كتير، قولي وانا اعمل على طول. معليك معليك ممكن تقرا، ممكن تخرج، يعني بص ممكن تحاول تقرب من حاجات معليك يمكن ما تعرفهاش. عندك حق، انا تافه بصراحه. ده اللي نفسي اقوله لك، انت ابن رئيس جمهوريه، يعني الاشكال الزباله الواطيه اللي انت بتقابلها دي ها؟ قولي يا بسمه فوقيني، انا محتاجه افوق. اقول واخلص بقى؟ قولي انت مستشارتي. شرف اللي كان معاك ده زباله، وسميه ازبل منه، واللي يقعد معاهم يبقى اكيد زباله زيه. شفت ليه تجيب الكلام لنفسك؟ انت صح، انا فعلا لازم اتغير يا بسمة. علميني، خليني ابقى بني ادم تاني، خليني ابقى بني ادم مختلف. انا محتاج لك يا بسمة. ايه ده؟ انت عمرك ما هتتغير. هاي بابا، هاي بابا. مساء الخير يا ريس. بمبوزيا مقلوبة يا حكيم، ما تعمرش فيهم الديمقراطية. بالمانجا؟ لا، ديمقراطية سادة، هجيب لهم مانجا منين؟ ما تقلقش يا ريس، معهد الدراسات البمبوزية العالمي عمل دراسة مهمة جدا وأكد لنا إن مفيش حد بيبات من غير عشاء. طيب في إيه بقى؟ وأنا يا ريس في وزارتي عملنا مشروعات تنموية كبيرة جدا هترفع من مستوى معيشة الشعب. اظن بالمشمش. هات الايس كريم بتاعي حكيم، حكيم هات الايس كريم بتاعي، هزعق وافرج عليك الحرس. بينسي يا استاذه، هو عزيز باشا موجود؟ عزيز بيبي ياخد دش، مش فاضي. يا قلبك وسايبه لوحده؟ لا مؤاخذة يا أستاذة، هي كوثر كده خدومة، هتطلع تلاقي في الباشا وتنزل على طول. شدي. آخ راشي، أكوثر أكوثر. أي أي أي. لا مؤاخذة، أصل الشنطة حساسة شوية. الله، اخترته على ذوقي. مش قلت لك ما تزهوش تاني؟ قلبها على طول على اخواتها. عسل يا عزيز باشا. مين؟ اصل كوثر بالذات مجتهده وموتة وسمها كرواته. انا كوثر. لا كده كتير قوي. هي اصل كوثر دينا مربيها على ايديا. ممكن تتفضل تترزع تقعد هناك؟ والنبي عسل، يلا يا بنات. طب تعالي بقى يا كوثر، نشفيني وجهي سوا. تعالي ان شاء الله هتشتغلوا وترفعوا راسي كده زي ما كوثر رفعتها. تعالي انتي بالذات كده الاوردر الجاي. متشي يا لطيف. اتفضل. ولو فيها فضول، هي الفلوس دي بتاعت ايه؟
عايز الحق ولا ابن عمه؟ يعني لو الحق افهم اكتر. دي رشوه. والله يا سلام. تلعبي كوتشينه؟ ما انا قلت كده برضه، هنقضيها كوتشينه. تحبي تلعبي ايه؟ شلح. ده انت واطيه وتو شلح يا سفله. والنعم حمار الشغل يا جوزه. والنعم استاذ شكري. انا بسمة، انت بتعملي ايه هنا؟ شين شين شكري الشاكر، الظرف ده بتاع حضرتك؟ ده تقدري تعتبريه جزء من خطتي الصحفيه. قصدك نصبتك الصحفيه، وضحي بحياتي واقدم عمري، هو ده الثمن؟ لا انت كده تجاوزتي حدودك معايا يا انسه. انا ساكت بس احتراما للمكان. ان كان على المكان اديك سامع. خدوا بالسهاله يا كوكب. واديك شايف البروتوكول هنا ايه؟ المسخره والانحلال وقله الضمير وقله الادب. طب وديني ما انا ساكت. ايه يا شطره؟ اظهري في ايه يا شطره؟ في اني هطق هفجر. شايفاهم داخلين خارجين قاعدين نايمين عالم الزباله. على فكره انت كده بتجرحي كوثر. يا اختي هو عندك، رش عليه شويه ملح وخلي ليه. خلي ليه. بص يا عزيز، عزيز حنف، طز فيك وفي سفارتك وفي بامبوزيا بتاعتك واعلى ما في خلك ركب. انا مستقيله، قبلت استقالتي ما قبلتهاش طز فيكوا كلكم. على فكره البنت دي بتغير عليك. مين بتغير عليك؟ عن بامبوزيا، وباسم الشعب سنعيد أمجادنا. وباسم الشعب سيتم محاكمة كل من طغى وبغى وألب هم مرمغة، وعلى رأسهم الحاكم السابق شنن البيوشي ونجله حكيم شنن. هذا وسنضطر لأن يمسك الجيش بزمام الأمور في البلاد لحين استقرار الحكم عن طريق انتخابات شعبية عادلة. العساكر دي كلها يا حنفي، هو احنا معبود علينا احنا كمان ولا ايه؟ معلش ما بقتش فاهم ولا عارف حاجه خالص، ازاي بس ده يحصل؟ لا بس اكيد الوضع هيتغير، اكيد انصارنا هينقذونا. اكيد اكيد. حللت علينا هبابا ونزلت علينا عذابا، يا ريت يوم ما شفنا وشك كنا قفلنا الف بابا وبابا. يا عزيز، يا غليظ. اخرس الكلب بيشتمني يا حنفي. معلش معلش بيشتمني. معلش انا عايز اخرج يا حنفي، عايز اخرج. يا سيد عزيز من فضلك اهدى شويه. انا عايز افهم احنا مقبوض علينا احنا كمان ولا ايه؟ مش بالظبط، بس طبقا للقوانين انت دلوقتي لاجئ سياسي وهنضطر نتحفظ عليك لحمايتك مش لاي حاجه تانية. طب والوضع ده هيفضل لغايه امتى؟ لحد ما تجيلنا اوامر تانية. طيب وبابا وحكيم؟ على حد معلوماتي هم اتقدموا لمحاكمه عسكريه وصدر قرار باعدامهم. انا دعيتكم للاجتماع النهارده. قبل اي حاجه
أنا عايزة أعرف بالظبط إحنا إيه مصيرنا كسيدات في هذا الإنقلاب؟ إيه؟ هنطبخ لكم ورق عنب وسلطة الزبادي في احتفالات الثورة؟ يا هناء مش وقت حقوق مرة، خلينا نخلص من عيلة شنن الأول. لا لا لا، بص أنا قفلت 30 في مايو اللي فات، يعني لا جوزي يلمني ولا عيل يهمني، أنا كل اللي يهمني العمل السياسي، أنا متفرغة لحقوق المرأة، لازم المرأة تاخد حقها. امال ايه؟ انا قاعده لكم على قلبكم، مش عاجبكم شوفوا لكم وزاره تلميني. على العموم خلينا في شنن وابنه، احنا لازم نعدمه ولازم العيله دي تختفي من الوجود. فعلا لازم الكركوبه شنن ده يتعدم، انما حكيم ده جامد فظيع، قصدي اقول اني دكتاتور فظيع، ادهوني انا ونعلمه الادب والنعمة اللي قطعوا. أنا مش هصدق إلا لما أشوف جتاتهم قدامي. وبعدين أنتوا ناسين إن شنن له ابن تاني اسمه عزيز؟ دكتاتور؟ دكتاتور زيه برضه. إحنا بدأنا بالفعل نتحرك في خطة التصفية ومنتظرين اللحظة المناسبة مش أكتر. كسروا شنن! كسروا شنن! سيد عزيز، سيد عزيز، خبر مهم جدا، خبر هيسعدك. السيد الرئيس والسيد حكيم هربوا. بجد؟ انت متأكد من الخبر ده حنفي؟ طبعا متأكد، واحد من الحرس أكد لي اني سمع الخبر ده دلوقتي حالا في التلفزيون. نعمل ايه؟ ما هم مانعين عننا الجرايد والإذاعة والتلفزيون. هو ده كل اللي همك؟ الجرايد والإذاعة والتلفزيون؟ لا طبعا، وصحة السيد الرئيس والسيد حكيم طبعا. يا ريحتني يا حنفي. الحمد لله. انا كنت قلقان قوي، انا كنت هموت. وضيف على ده كله الكبت اللي انا فيه. ايوه ليه النهار مش شايف غير الخلق دي قصادي؟ بتقول حاجه يا عزيز؟ عزيز كده حاف؟ انت جننت؟ عنك ما عليك، معقوله تقول له عزيز؟ في حاجه انا عزيز خونه. موتنا ولا ايه؟ بابا بابا الظاهر ان احنا موتنا يا بابا. موتنا يا عيني يا عديل، موتنا موتنا ازاي يا غبي انت؟ وفي ميتين بيتكلموا مع بعض دي تبقى معجزه بقى. لا احنا موتنا، موتنا ورحنا الجنه كمان، ورحنا الجنه يا بابا. صحيح ماشي رحيم. الله وانا كنت ماشي مغزبوط بقى. وانا لا بابا الظاهر ان احنا رحنا نار. ايه ليه الفن بليل بتاع ده؟ الراجل ده شكله من جهنم. راجل لا بالعكس، ده شكله بوانتي بابوزي اصيل. لو سمحت حضرتك مش واجب عليك برضو تعرفنا بنفسك؟ انا الاشعث البنبوزي. مش بقولك اهو طلع من الكفار يا ابني بنبوزي، انا بعرفهم من ريحتهم. بس حضرتك يعني واخدنا على فين كده؟ على بحر الظلمات. بس احنا ما جبناش مايوهات. البحر ده بيتنزل موت. انا خلاص اطمنت على بابا حكيم، عايز اخرج من هنا، انا مخنوق قوي يا حنفي. هتخرج من هنا ازاي بس؟ انا هتصرف. طب هتروح فين؟ انا معايا نمره سميه هكلمها واعدي عليها. يا ترى عامل ايه دلوقتي يا عزيز؟ يا اهلا وسهلا يا عزيز باشا، نورت البيت. اتفضل.
يلا يا بنات. أصيلة يا أم سمسم، لما بابا يرجع الحكم هعينك سفيرة بدل الكلب اللي بطل يعمل لي نسكافيه. كبوة وتعدي إن شاء الله. سمية مش هوصيكي، الباشا محبط. إنها الحرب. تسمع موسيقى مصري ولا بمبوزي؟ بمبوزي بمبوزي. هاجموكوا، قال يهاجموكوا. قال شفت يا حكيم، مش قلت لك ان الشعب بيحبنا؟ يا اخ اشعث، هو احنا فين بالظبط دلوقتي؟ يعني في غابه الاشباح. انت مش قلت هتودينا بحر الظلمات؟ حكيم، الراجل ده مواطن بمبوزي محترم، لما نرجع الحكم هندرسه في كتب التاريخ. نعينه وزير. ايوه بس وزير ايه؟ يمشي وزير بيئه. فعلا شكله بيئه. كما اكد الشهود رؤيته في منزل المدعوة ام سوسو بالزمالك، مما يؤكد ان هناك ثمه علاقه بين عزيز وبين اطلاق النيران الذي حدث في نفس المنزل. حسبي الله ونعم الوكيل. هيروحوا من ربنا فين؟ وجاهل به المحافظ وعايم، ووعدنا بخيم الإيواء ومن ساعتها ما شفناهوش. كما تم التحقيق مع حلفي مدير أعمال عزيز شنن وكل من السفير البمبوزي السابق وموظف السفارة. كما أكد الشهود رؤيته في منزل المدعوة أم سوسو بالزمالك لسبب لا يعلمه أحد، مما يؤكد أن هناك سمة علاقة بين عزيز وإطلاق النار في نفس المكان. هذا وقد هرب السيد عزيز شنن من المنزل المحدد إقامته فيه صباح اليوم بعد أن قام باشتغال عسكري الحراسة المكلف بحراساته بحجة شراء عروسة سجاير. وده يكون راح فين ده كمان؟ زمانه تاه. خصني انا يا كابتن. خش غنك تحصيل يا اخ. تصبح على خير يا اخ.
عن هذه. طب اقلع يا اقلع يا استاذ حضرتك عيب كده شكلك انت شكلك راجل محترم. لما اقول اقلع يبقى هي تقلع. انا اللي كلمتي ماشيه في المنطقه دي كلها. اقلع يا ولا مين ده اللي كلمته ماشي على المنطقه؟ خد الواد ده صندوق يا ريس. يا ريس عايز ايه؟ يالا المنطقه دي خلصت يا ريس. لا حندق ده اتعور حضرتك ده بيخر دم. طوالي اتفضل حضرتك دي حاجات بامبوزي. ميدن بامبوزيا. طب اعلى بقى البامبوزيا اللي تحت. حاضر يا فندم. يا سلام على مالك. لا 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 يا فندم ده حضرتك اولى بالحاجات دي طبعا. حضرتك اولى يا فندم حضرتك اولى بكل حاجه بسعادتك يا فندم. انا يعني اتفضل سعادتك. يعني الوالد بيشتغل رئيس جمهوريه؟ ايوه يا فندم. زميل يعني. وحضرتك برضه رئيس جمهوريه؟ ايه مش باين عليا ولا ايه؟ باين. انا دولتي احداها شمالا خرابه البت مديحه وجنوبا خماره زيزو. ده على كده بقى دولتك بتقع في قاره شاديه. بس انا بقى ايه؟ رئيس جمهوريه اصلي واخد بالي من مفاصلي. مش سيس زي ابوك. سيس؟ بابا انا سيس؟ اه سيس. ما تعملش كده تاني يالا. كنت بقول لك ايه بقى؟ أبوك ده رئيس جمهورية سيس وتلاقيه بيضرب تاتو على دراعه في أوقات فراغه. تعالى. لا على فكرة أنا بابا بيضرب معارضين بس. بصنف جديد في السوق؟ لا ده بابا مدمن ضرب من زمان. خد ياض منك ليه بر نفسك؟ ايه ده انت طلعت رئيس بجد؟ اهي دي حركات رئيس فعلا. بس انت لازم تبر على معاك من وقت للتاني عشان اللي جابهم يفضل في ايدك. حكم العيال دي عاملين زي البالونه ما ينفعش تنفخ فيها قوي تفرقع في وشك. هي كلمه واحده 24 ساعه يبقوا مكتفين قدامي. انا مش هقدر استنى اكتر من كده. العيال دي انا هدور عليهم بنفسي. القانون لازم ياخد مجراه. ما انا هقطعه يعني هقطعه والنعمة لعطاهم. ايش ايش يعدموكوا قال يعدموكوا قال ريتو ينسى حكاية الاعدام دي. لما بسمعها بطني هتسيب. فضلوا طبعا تلاقيكم ميتين من الجوع. يا اخ اشعث ما تتعبش نفسك الجوده بالموجود اي لقمه وخلاص. وانت سي فود من فضلك. ازاي يا بابا ما عرفتش بخطة الانقلاب اللي حصل ده؟ فين الأجهزة؟ فين الحرس؟ فين الأمن؟ خطة الانقلاب ده جت لمكتبي من شهر بس ما قريتهاش. ليه يا بابا؟ 6000 صفحة وأنا كبرت نظري ضعف وأنت بعت نظارات القراءة بتاعتي. ما تقلقش يا بابا هنرجع الحكم وهننطلق من هنا. مكوخ المعفن ده كوخ الأشعث البنبوزي ومعايا اوضع الكرسي ده.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري في بامبوزيا، وأن أحافظ على مصالح السيد الرئيس، وأن أكون وزيراً مخلصاً له، والله على ما أقوله شهيد. يعدموكوا قال، يعدموكوا قال، ده المفروض يقطعوكوا ويسلخوكوا ويسلقوكوا حكي ويطلعوا عين اللي خلفوكوا كلنا. نعم اقلعوا يا رجل اقلعوا. حاضر ابني هيقلع وهيقلعني على طول. اقلعوا. حاضر. ايه النعيم اللي انا فيه ده؟ حقيقي هو في اوطى من كده؟ اوطى؟ اوطى واحد في مصر؟ ايوه شرف. ده زيرو ستات. ايه ده، في انقلاب على سفنجة؟ قوم يا انا عزيز يا بوليه. خونة اسمعنا، خد يلا انقلاب. نعم رحمك. يا الله يا مسلوب، يا الله مسلوب. نورنا يا قمر. ما تصدق يا باشا، انا عاجبني النيلوك اللي انت عنده ده. هو فعلا نيولوك. شرف انا محتاج منك خدمه. نسوان هنا؟ لا 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 يا باشا، كل الا كده. نسوان ايه بس يا شرف، وانا بقى فيا حل. بقول لك يا باشا، اخبار الخميره ايه؟ الخميره عينيا. بس انا عايزك توصلني المدرسه التجريبيه الحديثه. او الخميره هناك مش كده؟ كده في التلاوتات. في التلاوتات. الو ايوه ابو سينا، سقطتي؟ وشك حلو عليا يا باشا، الف مبروك. السلام عليكم. ابو سينا سقطت في التلاوتات. يعني مفيش خميرة؟ بتضحك عليا يا هلا؟ يا هلا يا هلا. عموما هي دي الاسكولة اللي فيها العنوان. اهتم بقى بمذاكرتك وما شوفش وش اهلك تاني. القواد مننا دي حركة واحدة جدعانة في العمر، وديني عملتها معاك. طب يا شرف، انت متأكد ما تعرفش حنفي فين؟ يا جدع يا جدع، هو انا نسيبك؟ بقولك انا قواد قواد. لا 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 يا شخص، كده هزعل منك، هزعل منك كده كده. هنقول اشعث اشعث اشعث. ارقص ارقص يا كتكوت ارقص. بابا بابا سيبني برقص برقص. بابا ارقص. قوم يا جدع، انت نايم في حته تانيه غير دي؟ بدل ما بوكس يجي ياخدك. من فضلك، انا مستني الانسه بسمه. اهي جايه هناك اهي. عزيز ايه اللي عمل فيك كده؟ انت كنت فين؟ لو سمحت انا مش قادر اتكلم دلوقتي. تعرفي توصليني بحنفي؟ اه طبعا، ده انا والاستاذ حنفي بقالنا فتره بندور عليك. انا هدخل استاذن واجيلك. الو ايوه استاذ حنفي، انا بسمه، انا لقيت عزيز. جالي المدرسه، انا داخله استاذن واجيب واجيلك. بسمه 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 بسمه. قول انا سوسن وانا ماشي. انا سوسن انا سوسن ايه يا خد انا سوسن سوسن
انا مديحه مديحه. وانت؟ انا خالتك ام مديحه. اتفضل. ايه الحقارة دي؟ انا ما اقدرش اقعد في المكان ده. بسمع، رجعيني للبوليس تاني. فندم حضرتك عارف ان ده وضع مؤقت. مؤقت ايه وقرف ايه يا اخي؟ احنا برضو يا فندم لازم نراعي الظروف اللي احنا موجودين فيها. انا ماليش دعوة بالظروف. هما يومين استحملهم. نو 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 خلاص فلق اهو. ده اللي موجود يا استاذ حنفي، ما تحيش عليه. عاجبه عاجبه، مش عاجبه يتفلق. هتفلق؟ هو مكان زباله ومعفن صحيح، بس اكيد احسن من الكاوتشه اللي كنت بنام عليها عند الرئيس سفنجه. انا همشي، هشوفك تاني. تقلقش، هتشوفني استاذ حنفي. عايزك بس ايه ده؟ انا اخد فلوس وان واحده ست؟ نيفر، لا يمكن. هتتنك انت الاخر. انا اسفه بس انا عارفه ظروفكم يعني والازمه طيب انا متشكر جدا. اتفضلي. بتقولوا ايه هناك؟ لا ابدا يا فندم، هي بس كانت بتسال على عنوان البيت كتابه يعني. دي حنفي. شيء فظيع يا حنفي. هوربل. قول لي يا حنفي، الفلوس اللي اداها لك بابا راحت فين؟ يعني اكيد انت خدت من بابا فلوس كتير، شربت بيهم كلهم سجاير يا حنفي؟ ايه الدوشة اللي عاملينها دي؟ تعالي يا حلوة، تعالي خشي على حبيبك الجعان بورك. الفراخ يا ابني لازم تتعامل بالسياسة. بالسياسة؟ ما هي سياستك دي اللي جابتنا هنا؟ بنبوزيا بنبوزيا فلتح يا بمبوزيا 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 فلتح يا بمبوزيا. عاش يا شنن، عاش يا شنن، فلتح يا شنن، فلتح يا شنن، شنن شنن، ما فيش غير شنن، شنن للأبد، شنن شنن، شنن شنن، فلتح يا بمبوزيا. عاشت بمبوزيا. ايه في الفرخة دي عمالة تعاكسنا واحنا مش بتوع فراخ. انت مش قلت لي عاوز فراخ؟ جبت لك فراخ، كل الفراخ. خلاص بقى يا كل ابني بالهنا والشفا، وانا ابقى مصمص العض. اصل انا عندي غية امصمص. انتوا يا ما مصمصتوا دم الناس، يا ما كتمتوا على انفسنا، خليتونا كلنا جواسيس على بعض. صاحب بيبيع صاحبه، أخ بيبيع أخوه، الابن بيبيع أبوه. يا بياعين يا ولاد. يا فندم ما عليك، احنا حددنا مكان الرئيس شنم. عشان شنم، عشان شنم. يا ما حذرته ما سمعش الكلام. قلت له ان الشعب البنبوزي ده ملوش امان، بيقلب في ثانية. الشعب البنبوزي بيقلب ويثور لما الحكومة تبقى ظالمة ومستبدة. هي عشان عزمانة هتقطمنا بقى ولا ايه؟ ممكن اسألك سؤال؟ انت هتعيش منين دلوقتي؟ هتصرف منين؟
يظهر انها رجعت في كلامها بالنسبه للهجوم. انت معاك شهادات ايه؟ دكتوراه في الهندسه الوراثيه، دكتوراه في الطاقه النوويه، دبلومه في الطيران، دكتوراه في الادب البمبوزي، وايه كمان فكرني يا حنفي، وكمان بسم الله ما شاء الله خد الابتدائيه والاعداديه. ايه ده بجد؟ خدتهم امتى؟ زمان وانت صغير، ما هو كله بمبوزي. يعني ايه بمبوزي؟ يعني ايه بمبوزي؟ يعني بمبوزي بمبوزي يعني بمبوزي. بس يا حنفي كفايه 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 ارجوك. ممكن تقول لي حاجه واحده تعرف تعملها؟ تتجوزيني؟ انا توصل بيا المرحله وتتطور بيا المساله وتبقى انت اللي واجع لي قلبي وهواك عامل لي مشكله. وعموما يا ناسيني كليا ان كان عن نفسي انا شخصيا من غيرك انا بنهار وبدوب وبعدك تعبان نفسيا. والله يا شادي العيون جزائري نورت كل بيت بمبوزي. قلت لك ما تدخلش الكهرباء الاقاليم، كان لازم انور محل الظلمات.
تمام سيادتك يا فندم. فكوهم اربطوا الكلب ده بره. الحمد لله على سلامتك يا ريس. تمانية جرام. يعني ايه؟ يعني 900 جنيه. تعملي ايه؟ معاكي 896 جنيه. الو ايوه استاذ حنفي. ايوه احنا عند الجواهرجي اللي جنب المدرسه. ليه قلت له ان احنا هنا وانا ناقصه؟ ايوه استاذ حنفي. اوكي اوكي باي. حرام عليك ده بيحبك قوي. حب بورس. ألف ألف مبروك يا جنابه. الله يبارك فيك يا أستاذ حنفي. إيه ده؟ أنت لحقت تيجي إمتى يا حنفي؟ وإيه العساكر اللي بره دي؟ في إيه يا حنفي؟ الرئيس شنن رجع الحكم يا معاليك والسفارة كلها في انتظارك يا جنابه. أنت بتكلم بلد يا حنفي؟ قصدي يا ولد يا حنفي؟ هو أنا أقدر أهزر مع معاليك برضو يا فندم؟ بامبوسيا بامبوسيا بامبوسيا. نضفت تاني يا حنفي. ممنون يا فندم. بص بقى يا حنفي، احنا عايزين نغير السفارة خالص. عايزين نقفل الروف ونفتح الريسبشن على اوضه النوم. عايز السفارة كلها تبقى اوضه نوم يا حنفي. نوم العوافي يا فندم. على فكرة الرئيس شنن اتصل بيا وكان بيسأل على صحة حضرتك، والسيد حكيم تولى رئاسة الوزراء. حضرتك بقى مترشح يا اما تمسك وزارة الثقافة يا اما تمسك وزارة التعليم. هنيئاً لشعب بامبوزيا العظيم، قد عاد زعيمنا البطل سيادة الرئيس المفدى شنن البيوشي. هنيئاً لكل الشعوب الحرة في العالم، ها هي شمس الحرية تشرق من جديد، وانقشعت غيوم الظلم والاستبداد. عاد البطل وعادت معه الحياة لشعب بامبوزيا الحبيب، حافلة بالإنجازات. وها هو المستقبل يطل علينا باسماً فرحاً متفائلاً.